نرحب فيكم أعزائي الطلاب ومنتابع بدرسنا وظائف الجهاز العصبي اللي بدنا نتناول فيه طبعاً وظائف الجهاز المركزي اللي هن مثل ما حكينا الدرس الماضي الدماغ والنخاع. بعدنا بوظائف المخ وعملياً بدرسنا اليوم حنحكي عن دور المخ بالحس الشعوري ودور المخ بالفعل الإرادي ودور المخ في التعلم والذاكرة. وطبعاً نقصد بالمخ قشرة المخ. فلدينا مثلاً هون الفيديو البسيط أمامنا لراقصين صغار اللوني اللي يعني يقوموا بحركات إرادية مترافقة مع سماع الموسيقى. إذن الذي يجعل هذين الراقصين بيقوموا بهالحركات المبدعة هي متوافقة مع صوت الموسيقى هو قشرة المخ. نبدأ بالحس الشعوري. فالموسيقى مفرحة. تتذكروا الدرس الماضي وين حكينا على مركز، تمام؟ تذكروها وجاوبوا على يعني السؤال. فنسمع الموسيقى ونستمتع بها كله بسبب وجود القشرة المخية التي طبعا تعلمنا وتعطينا الشعور هذا. القشرة المخية بالإضافة للمركز الآخر. المهم الحس الشعوري بالتعريف اللي هو ما مطلوب مني بكتابي انه هو حادثة تتولد في القشرة المخية بعد وصول السيالة العصبية الناتجة عن تنبيه مستقبل محيطي، موجودة في الكتاب لكن ضروري نقولها على كل الأحوال. يعني طبعا والألياف التي تأتي بالسيالة الحسية تتصالب في إما النخاع أو البصلة أو في مكان معين كالتصالب البصري نعرفه نحن من هذاك من الدرس الأول. المهم هذا التصالب إما أن يكون تام للألياف مثل هون أو يكون تصالب جزئي. المهم هذا المثال، هذا التعريف الحس الشعوري. فإذا هو أين يتولد؟ في القشرة المخية. عندي المثال عندي هون هلأ بالفقرة أمامنا عن مسلك واحد، لكن بكتابنا في عدة مسالك لحس شعوري. طبعا الحس الشعوري المنبه فيه يأتي عبر مستقبل محيطي كالجلد، البصر، السمع. هون مثالي هو المستقبل الجلد. الطريق اللي أمامنا الذي يمثل المسلك يتألف من العصبونات التالية. عصبون يقع جسمه في العقد الشوكية مثل ما كنتم شايفين. العصبون الآخر يوجد في البصلة وأحيانا يوجد في النخاع وذلك حسب المسلك. فالمسلك اللي أمامي هو مسلك حس دقيق. العصبون الثالث اللي أكيد دائما موجود بكل المسالك في المهام. ومسار السيالة الحسية من المحيط إلى المركز تجتاز هذه العصبونات مع محاويرها إلى القشرة المخية إلى بالتحديد الباحة الحسية الجسمية الأولية يلي كلياتنا حفظانين موقعها واللي قلنا طبعا واللي أمامنا هون هو المخ وهنا النخاع، عفوا هنا البصلة وهنا النخاع الشوكي. والمسار مثل ما شفتوا يمر بهذه المحطات الثلاثة. طبعا اللي أمامنا هون هو قشرة المخ الباحة الحسية، مقطع في نصفا الكرتين المخيتين في مستوى الشقرولاندو، وهي عندي النواة القاعدية، صح؟ هذا النواة القاعدية تتذكروا تعريفها؟ هي
تجمعات من مادة سنجابية توجد في مستوى المادة البيضاء ومن الجسم المخطط. يا سلام، يعني أنا بحب دائما بكل لوحة ادرسها وشوف شو هذا اللي أمامي حتى يعني دائما اتذكر معلوماتي. المهم عندي هون المسار العصبونات، عندي هون مسلك الألم ومسلك اللمس، وعندنا بكتابنا أكثر من هيك هلا بنشوفهم. المهم أنا المسالك كلها هي مسالك الحس التي تأتي من الجلد، كالألم، اللمس، المسلك، اللمس الخشن الناعم، الحرارة، كلياتهم هدلون 3 عصبونات للطريق. العصبون الأول والثالث مكانهم ثابت، ما عدا العصبون الثاني في عندي بالنسبة لللمس الدقيق يوجد في البصلة، بالنسبة للألم يوجد في النخاع. فلذلك سيختلف مكان التصالب، لأن شفته ومن خلال اللوحة التصالب هو مسؤول عنه العصبون الثاني. لذلك الأول لعصبون في البصلة يكون التصالب بالبصلة، والثاني وين التصالب؟ بالنخاع. فعندي إذن هذا الحس الشعوري اللي هو مثالي عليه كان مسلك حس اللمس، وبكتابنا حاطيلنا المسالك بالنسبة لمس خشن وألم وحرارة، لمس دقيق، اهتزاز، حس عميق. مثل ما لكم شايفين اللوحة نفس اللي كنا عم نقولها، العصبونات مسارة جدا مهم بالنسبة إلي أنا أحفظ كل عصبون أين يقع جسمه من خلال اللوحة، وإلى أين يسير محواره لأنه هاد محواره، وأين يتم التصالب. وعندي هون الإجابات بالنسبة لكم صارت واضحة جدا، الحبال التي تعبرها الخلايا السيالات الحسية هي جميع الحبال في النخاع الشوكي طبعا، وهون تتصالب كل هالموضوع هاد يعني حكينا صار بالنسبة لكم واضح جدا صح؟ دور المخ في الحركات بس. هلأ شكرا لكم.